هذه حقائق. نعم قاسي يا شيخ. يا فطرة الجبار جوزه. الرسول صلى الله عليه وسلم على يمين الصراط. على يمين الصراط. آه. العرش أين هذا؟ نعم. العرش. العرش تجاه الصراط. في الجهة الأخرى. الله يعني هكذا. ويعني. لا, لا 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 اعلم كيف اصيغ الصغير, ولكن الوصف الطبيعي للارض الجغرافيا ستكون كيف؟ فيما قرات وفيما تعلمت وفيما علمني علمائي رحمه الله عليه. عليهم رحمه الله. تلميذ مبار فضيله الشيخ. نسال الله لك هدايه. سيدنا محمد يقول اقف على يمين العرش على يمين الصراط تجاه النار, والخليل على يساره تجاه الجنة. قال ولما لا تكون أنت أمام تجاه الجنة يا رسول الله؟ قال كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم عند ربي. إلى هذه الدرجة وصل به بنا حنانه عليه الصلاة والسلام. واقف ومترقب كل واحد من أمته يعرفه. عرفه. القنطرة أو الجسر. قال صلى الله عليه وسلم أحد من سيف أحدكم الشعرة أرفع أحد من سيف شوف السكين أحد من سيف أحدكم تحته النار بدركاتها تحت الصراط تحت الصراط هو جسر إذن هو مضروب هو جسر. النار. جسر جسر يعني إخواننا في بلادي يقول لك كبري جسر نعم جسر جهنم بدركاتها تحت النار بدركاتها نعم. من أول جهنم للدرك الأسفل تحت الصراط نعم ولكن النار مش حمراء النار سوداء 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 فلما يبدأ العبد يجوز على الصراط لا يرى شيء لا يرى شيئا معتم معتم دخل في دور العتمة لا يضيء له لا يضيء له إلا إيمانه إيمان العمل في الدنيا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم مش كلام ربنا بشراكم مش كلام ربنا سبحان الله لأنظرونا نقتبس من نوركم ها فضرب بينهم بسور من باطن الرحمة ومن قبل العذاب سبحان الله وهو بدأ يجوز العبد يأتيه من فضل الله نور إيمانه الذي رصيده نعم عمله بالضبط يقول صلى الله عليه وسلم المارون على الصراط ثلاث أنواع ناج ومخدوش ومكردس ناجن ناجي يعبر مخدوش يعني عليه بعض الذنوب كيف يخدش وماشي على الصراط يقول صلى الله عليه وسلم على الصراط كلاليب كشوك السعدان شوك بينبت في الجزيرة العربية تأكل تعافه الإبل شوك نعم زي نشوف انت الصبار والأشواك الكلاليب دي والخطاطيف دي كل خطاف وكلهم مختص بذنب من الذنوب فان كنت من اصحابه التقطك هي كلاليب كثيره كلاليب طبعا من كل الذنوب غيبه نميمه خوض في اعراض حسد حقد ضغينه ظلم كل ذنب له كلوب خاص بيه يشمه لا يجيبه يخطفه فان كان ذنبه قليل وحسناته كثيره الكلاليب تخدشه فيقوم ويكبو كل ما يخدش يقع تقيم حسناته اول ما يقع تظلم لان عمله قليل لا اله الا الله فيظلم ايمانه او تظلم النور فيقع فيقف يتوقف ما كلما اضاء لهم ما شافوه اذا اظلم عليهم قام يتوقف فينتظر يضيء له ايمانه شويه يمشي يصطاد كدوب اخر وخطاف اخر فقال صلى الله عليه وسلم فمنهم من يحبو على الصراط يحبو يعني سبحان الله عمله كان ضعيف في الدنيا لكن يعني قال فإذا وصل إلى البر الثاني قال الحمد لله لقد أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين يا الله مر ال- 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 الصراط وهذه الكلاليب معذرتك نعم مر ومخدوش مكردس مكردس ده خلاص ده مكردس ده يقع خلاص تتخط اعماله سيئه يسقط نور يسقط والعياذ بالله في دركتها التي في والعياذ بالله لا يحق لها سبحان منكم من يمر عليه مر الدجاجه سرعه الفرخه نعم على قدر عمله في الدنيا ومن يمر عليه
مرور النعجة أو الخروف، ومنكم من يمر عليه فروس مرور الفرس المدمر. يا ما شاء الله، الله أكبر. وبعدين نوره على قدر إيمانه، منهم من نوره على قدر إبهام إصبعه، يخبو ويضيء. شوف إصبع رجله الكبير هذا أو الصغير في نور، لمبة بسيط، النور بسيط على قدر كان إيمانه، يخبو مرة يضيء مرة. لكن كان بيعبد ربنا في رمضان وينسى بعد رمضان، على حرف على حرف يعبد ربنا في الأزمات وفي الفرح ما يعبد، فيخبو يضيء. إذا أظلم توقف وتتخطفه الكلاليب وتخدشه، وإذا مر سبحان الله، إذا أضاء مر سبحان الله. وهذه السرعات، ومنهم من يمر عليه كالريح المرسلة، الله، ومنهم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. الله أكبر، ما شاء الله، هم درجات عند الله ونعم بالله. ومنهم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناس. إزاي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم. لكن نأتي للمشكلة الكبيرة، الصراط عليه قناطر. كيف؟ قنطرة 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 عن فوق الصراط، كبرياء. حواجز حواجز، سميها حواجز. نعم، سبع قناطر. الأولى قنطرة التوحيد، يعني يوقف العبد ليرى كم كان توحيده لله عز وجل. يوقف خالص. يوقف. كنا في أرض المحشر. لا لا لا، يوقف لسه ما خلصت المسألة. لا إله إلا الله. لا لا لا، لم تنتهي القضية. كثير. لا والله سبحان الله، هذا يوم الفصل. لا تظلم نفس شيئا، ليك حسنات. ماذا كان يصنع بأرض المحشر؟ لا أمام الناس، تعال أنت لسه لما تنقى من الكل. فإن رؤية توحيده خالصا مر، وإن كان في توحيده دخن أو دخل أو شرك أو رياء سقط. يا الله يا ربي، من البداية من البداية. فإن مر من قنطرة التوحيد دخل على قنطرة الصلاة، لا قنطرة خاصة طبعا، أساس الدين، عماد الدين. عارف هل كان يصلي أم لا يصلي؟ وضوءها وركوعها وسجودها ثمرتها فين الصلاة؟ هل كان يصلي لله أم كان يصلي رياء؟ صلاته ماذا أثمرت؟ لا. طيب، فإن وجدت كاملة مر، يأتي قنطرة الزكاة. نعم، يوقف عندها ويحاوى ونفس القضية. ألم يكوى؟ ما لا استمع وتنتهي القضية. لا 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 لا، سبحان الله. لا إله. وبعدين وبعدين قنطرة الصيام. الصيام. ثم قنطرة الحج. لمن استطاع. ثم تأتي قنطرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف كان يأمر؟ كيف كان ينهى؟ ثم تأتي الكارثة الأساسية، وهي قنطرة المظالم. سلم يا رب. للمظالم قنطرة. المظالم قنطرة. لا تظلم نفس شيئا، إن كان مثقال يعني حبة أو ذرة من إيمان أو من دين أو من خير أو من حسنة، يعني الله عز وجل يعني أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شوف، وكفى بنا حاسبين، ربنا بيعد، إنما نعد لهم عدة، بيعد علينا الأنفاس والكلمات. يعني جزا الله خيرا اللي قال انا البرنامج اصبح خلاني افكر قبل ان اتكلم، افكر ما شاء الله، عمل ارتفاع في ضغط الدم. لا، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، يجب ان اتوقف. الله يا اخي، لو 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 واحد اذى ابنك في المدرسه ولا في الجامعه سوف يفور دمك يا اخي. طب اذا كنا سوف نؤذى في هذا اليوم الا لم نحتط لانفسنا، فلماذا لا؟ سبحان الله. قنطره المظالم، كيف عند قنطره المظالم؟ نعم، تعال. أنت رأيتني مظلوما ولم تنصرني، استنصرتك ولم تنصرني، كنت تستطيع أن تسترني فما سترتني. أنت أسأل هو يتعالى يمسك يطلع لك واحد كده سبحان الله الصراط. أنا مالي؟ لا، ما أنت ظلمته في الدنيا. فين الإيمان؟ فين الإسلام؟ فين الدين؟ فين الأخوة؟ أين هي؟ أين ذهبت؟ لا إله إلا الله. هو نحن نشاطين بس نخوض في أعراض بعض ونظلم بعض ونفتري في بعض، والزوجة تسيء لزوجها والزوج يسيء لزوجته والجار مع جاره والحاكم مع المحكوم والظالم مع ليه؟ لماذا؟ ليه؟ ما هو وضح لنا منهج، فلا تطيعوني في الدنيا
ويحسن بعضكم لبعض احسن لكم في الاخره. فهنا المضارع يتوقف العباد كلها لهذه القنطره الاساسيه. من يفصل في المظالم؟ الملائكه تفصل. الملائكه تفصل تقول سبحان الله. ومن اين اتي بالذي ظلمني او يؤتى بي كظالم؟ هو يجي معاك، يجي يطلع قدامك سبحان الله ويوجهك. تعال ويتعلق، قل كم من امراه سوف تتعلق في رقبه ابيها او اخيها او وليها. اي ان شاء الله يا رب خذ حسنات ابنها. هو الذي زوجني من رجل مجرم منحرف سكر خمر لا يصلي عشان ابن فلان وابن فلان وابن فلان. وكم من امراه سوف تفرح سبحان الله. يبقى العرايا اللي ماشيين في الشوارع دول سبحان الله مش عايز حاجه، مقاله مظالم الشباب المسلم الطاهر اللي بنربيه في المسجد يطلع يشوف هذه الصور مش عايز يتعلق في رقاب هؤلاء. يا اخي امال ازاي لا ظلم اليوم؟ امال كيف ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا؟ هذا يوم الفصل، هو ده اليوم اللي كل واحد ياخذ فيه حقه سبحان الله. فاحنا نربي من هنا وفي 700 واحد يهدموا ورانا؟ مش لنا حقوق عليهم يا اخي؟ لازم ربنا سبحانه وتعالى من كرمه من فضله ان يعوض المؤمنين سبحان الله. فقالت المظالم دي اصحاب القناطر. التابعي لما 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 قال له ناولني المحبره ابا حازم، قال لا، قال يشرفك امير المؤمنين. قال ربما لو كتب امير المؤمنين شيئا يظلم بها مسلما اكون شريكه يوم القيامه؟ ويكون شريكه؟ طبعا شريكه اذا علم ان هذا ظلم ولم يرتدع. كنت اخيط اثواب الحجاج، هل انا من اعوان الظلمه؟ بيسال الحسن البصري. لا. قال له انت من الظلمه يا حفيظ. من يا الاق حفيظ. له شو احشروا الظلمة واعوانهم، من الاق لهم دواه. الاق ده مجرد يعني ساعده في شيء وهو يعرف انه ظالم ومفتري. من الاق لهم دواه. ماذا يعترض؟ لا ينفذ؟ يعترض ولا ينفذ طبعا، لانه يخاف الله. يخاف الله. ما ده اسلوب الشيطان. كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. وذاك ايه؟ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. يعني ايه؟ ما ده كل ده داخل على الصراط. وفد وهذا ورد. الوفد هم عدة القوم، والحضر الوفد، جاء الوفد. الوفد عند العرب هم عدة القوم. صحيح. سبحان نحشر لان محشور الحشر عدد كبير، فهمنا هذا بالامر. ونسوق المجرمين الى جهنم، وهو خارج طالع على الصراط قبل ان يقع في جهنم. هو عطشان وردا يعني عطاشه. ونسوق المجرمين الى جهنم ورد. يعني هو داخل جهنم. نسوق البهائم. نسوق البهائم مش نحشر سبحان الله. فهو داخل على الصراط والعياذ بالله رب العالمين. وهنا بقى يتبرع الذين تبعوا من الذين ما يعرفوا سبحان الله العظيم. فاهدوهم الى صراط الجحيم. التاني صراط المستقيم. لا اله الا الله. ده هنا صراط الايه؟ الجحيم. وقفوهم انهم مسؤولون. شفت الآية؟ وقفوهم على الصراط. يا هذا كلام ربنا أم كلام من عند آخر؟ كلام ربنا، كلام ربي. شوف السخرية. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، لأنه هذه هدايته في الدنيا، ما كان له هداية إلا هذا. شوف طريق منحرف يمشي فيه، يشوف ظلم يظلم به حد يعمله، شوف يعني حرمات ينتهكها، أعراض يخوض فيها يخوض، يشوه صورة هذا ويسيء لصورة ذاك ولا يهمه. قال وقفوهم انهم مسؤولون. انتوا دخلوه بس يا ملائكه على 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 صراط الجحيم. هو رايح الجحيم رايح، بس لازم يمر بهذه الاهوال. وبعدين يدخل الى مقره الى امه، ينزل لامه الهاويه. الهاويه والعياذ بالله. امه هاويه. هاويه. وما ادراك ما هي نار حاميه. سبحان الله العظيم. فانا ارى يعني اعذرني ابن يعني قد ياخذ الموضوع انفعل احيانا دون ان ادري. ربنا يبارك في فضيلتكم. انت توفيقنا. يعني الاخوه المشاهدين والمشاهدات، نحن نريد ان نعيد الامه، ان نرد الامه الى اسلامها ردا جميلا حسنا. بارك الله فيك. لان يا ابني ربما يعني من يدري لعلنا لا نلقى الناس بعد عامنا هذا، فاحنا فرصه ان نبلغ ما قراناه في كتاب الله وما فهمناه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمناه من علمائنا الذين علمونا جزاهم الله خيرا. لنا ان نحج الناس يوم القيامه يا شيخ؟ والله يا ابني احنا مساله مش محاجه ولا غيره، مساله ان احنا مسؤوليه
أعطينا ميكروفون معين، أعطينا منبر نتكلم فيه إلى الناس، نأخذ بأيدي الناس إلى رب الناس، نأخذ ممن لا يرتدع ولا يصح. لا، ربنا يهديهم يا ابن، نحن ندعو لأنفسنا بالهداية ولغيرنا. نحن يعني أحجار بناء لا معاول هدم، نحن مرغبين وأحيانا مرهبين للمصلحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا، فلا بد أن نوضح الطريقين. ولكننا أحوج من الناس إلى كلام الرحمة. هل يظنون أن فينا عنف أو فينا ما نراه؟ أبدا من الله. والله يا ابني هذا الكلام يذيب القلب، ويعني أحيانا يقض مضجع الإنسان أحيانا من هذا الكلام، مش أحيانا، غالبا الإنسان يتعايش في هذه الصورة. فهذه مسألة ليست سهلة، صحيح. وهذه مسؤولية وهي أمانة. نعم. وهي أمانة استأمن الناس على 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 قلوبهم، على 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 استأمن على عقولهم وعلى دينهم، ونحن ندعو الله أن نكون أمناء. يعني هذه أمانة، وأنا لا آتي بعندي بشيء من عندي أبدا، لا أستطيع أن أقول فيها رأيي، ليست هذه آراء. نعم. يعني يجب أن يستيقظ الإخوة، هذا كلام ربي ونعم بالله. نعم بالله. الصراط له طول محدد؟ لا 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 لا، ليس له طول، ما ذكر هذا يا أخي، لكن يبدو أن الموضوع يعني الموضوع ليس سهلا، صحيح، يعني بهذا المنطق. نعم. بهذا عند الصراط ينقسم خلاص الوقت. نعم. طيب خلاص إن شاء الله، يعني هي على كل، هذا مجمل الحديث عن الصراط. نعم. يعني هذا ما يعني ما ورد من آيات وحديث، يعني نحن نأخذ عينات، وتظن أن احنا نشرح الوعد الحق تفصيلا؟ لا، هذا ما هذا هذا، عندنا لو شرحناها تفصيلا لظللنا عاما وعامين إلى أن ننهي المسألة. يعني الموضوع كبير، موضوع كبير. عن هذه مجرد إشارات، أنا أخذ عناوين، كل هذه عناوين بس، زي ضبط الدراسة الجامعية أو دراسة الدراسات العليا، نحن نضع للطالب بعض بس من عناوين كتب، لكن ليست هذه المكتبة. نعم. لا، احنا نضع عناوين لعل الناس أن تفيق. دعاء نختم.